أغلب الناس إذا تسألهم متى بتبدأ بتغيير نمط حياتك للأفضل يقول لك ببدأ من يوم السبت. هاي للناس اللي ما عندهم الرغبة في التغيير ودائما يخلقون الأعذار، ببدأ من يوم السبت وببدأ من يوم الأحد وببدأ من الأسبوع الجاي. هناك من يحلم بالنجاح وهناك من حقق هذا النجاح. الفرق بين الأول والثاني بأن الثاني اتوكل على الله وبدأ وحقق أهدافه، والأول لا زال يقول ببدأ من يوم السبت.